حاضرين يدفعون هذا ترى يشتري عني برجر دوم شيء احلى برجر ايه لا 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 ها شوف حق فريق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا باللبس كامل ومعاي مستر 44 قصه 44 طبعا خالد خلصنا احنا خالد واليوم راح نتخرج في هذا الستيج الجميل مع هذا المكان حلو راح تكون شيء عالمي براويكم واحد الدوي انا هذا الصراحه ما افهم له شيء يوم يتكلم لازم فوق مرحبا مبروكين ان شاء الله عقباكم اي الله هذا الدوي اسمه حمد الراشد بلعب بلعب بالبركه يا حمد بالبركه 20 مره قلت لك زين انت صافي وهذا اللاعب الكبير خيت سعد حبيب ها ان شاء الله ان شاء الله هي هي ان شاء الله يلا بالبركه بالبركه سعد متوجهين مركز يلا نحن الحين سايرين عشان بيسلمونا الشهايد ما ادري بيسلمونا ولا لا لكن ان شاء الله يمكن يسلمونا يمكن لا جميع الطلاب اللي هذا رجاء التوجه للستيج هذا اللي اقول لكم يعق صايد وهذا ما ادري شو شو تقول انت بالقصيده هذا الولد اللي صايد زين ها وزعت سلام معانا واحد من البدو طيب يباله سبتايتل دوم وفي واحد يقلد البدو هنا يتمشى قدامي اسوي سوي الحركه التويه هذه شيل 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 هاي هي عندك طبعا الحين هاي لازم تخذها اشطر واحد في الجامعه زين طالع الاول وكله ما كان يغششني والله في يوم قلت له غش من كبار والله وين حبيب يا تصور